في قصة أخرى وقعت في صلح الحديبية في صلح الحديبية كما كتعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاف واحد الرؤية بأنه غادي يعتمر مع أصحابه هو قد أصحابه ويفيق الصباح ويقول للصحابة يلا نمشوا للعمرة نمشوا للعمرة ديك الساعة كانوا مشركين في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمشركين الكعبة كاينة في مكة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كيتمشاو 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 حتى وصلوا لواحد البلاصه سميتها الحديبيه فاش الحديبيه المشركين وصلوا من الخبر بان المسلمين بغاو يعتمروا فبغاو ما بغاوش ما رضاوش ما يمكنش ابدا المسلمين انهم يعتمروا اشنو غادي يقولوا القبائل فينا وبدات المفاوضات بين المشركين وبين المسلمين بين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضات اخر مبعوث صفته المسلمين المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم هو بن عمرو. لما جاء سهيل بن عمرو عند النبي صلى الله عليه وسلم دار معاه شي واحد المعاهده. هذه الصلح واحد المعاهده، معاهده الحديبيه. هذه المعاهده فيها شي امور ما غاديش يقبلها حتى واحد. قال لي سهيل بن عمرو اولا هادو تيفرضوها سهيل بن عمرو هو الناطق الرسمي ديال المشركين. قال لي اولا غادي تبقى بيننا وبينكم واحد 10 سنين ديال الهدنه او اولا بعد ما غاديش تعتمروا هذا هو اول شيء ما يمكنش تعتمروا هذا العام ما كايناش ليكم بلا ما تحرموا بها ثانيا غادي تكون بيننا وبينكم واحد الهدنه ديال 10 سنوات ما تقتلونا ما تقاتلكم ثالثا الى شي واحد منا من مكه سلم وهو يجي عندكم المدينه غتردوه لنا نديروا فيه اللي بغينا قتلوه ولا نشنقون نشنقوه نجلدوه نديرو اللي بغينا. إلا شي واحد عندكم في المدينة ارتد عن الإسلام وكفر وجعلنا عندنا للمكة ما غاديش نردوه عندكم غنشدوه. النبي صلى الله عليه وسلم فاش شاف الشروط اللي قال لي سهيل بن عمر وافق عليها. قال لي ماشي مشكل. سيدنا عمر بن الخطاب وهو الصحابة وهو جل الصحابة معظمهم ما عجبهمش الحال تيقولوا كيف كيف ذلك؟ وبدات بدا بيناتهم تي؟ تيتكلموا بيناتهم هادشي ما يمكنش شكون فيكم دابا اللي غيقبل قبل هادشي دابا نيت حنا دابا كنشوفوا هادشي كيفاش دابا كيف كيف ذلك؟ الوحيد اللي تجرأ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي تجرأ انه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ويمشي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى يعني يا عمر الخطاب كي يقولي لي قاتلوا باباهم حنا إلا تقتلنا يقولوا الجنة للجنة وهما إلا تقتلوا غادي يمشوا جهنم نمشوا نتقاتلوا ندخلوا للجنة إلا قتلونا كاملين مثلا لك كانوا أكثر منا أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى قال إذا فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لاش نتنازلوا؟ ليش هادشي ديال أنهم اللي سلم نردوه لهم يقتلوا لينا خونا ويعذبوه واللي كفر عندنا حنا نعطوا لهم ويشدوا عندهم ويتقواوا به ويعطيهم اسرارنا ويعطيهم كذا لما نعطي الدنيا في ديننا خلينا نتقاتل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر اني رسول الله انا انا رسول الله ولا اعصيه ما يمكنش نعصيه هو يمشي عند عمر سيدنا عمر الخطاب عند سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر الصديق هو افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين وهنا جلة كتجلى هذاك الايمان اللي هو المستوى ديالو عالي جدا والايمان والاتباع وان الانسان سليم الصدر في الاتباع ماشي انت كيقول كي لك الشرع مثلا بان الخمر حرام والربا حرام والتبرج حرام وترك الصلاه حرام وكذا هادشي كديرو وانت ما مرتاحش يعني كديرو وانت باغي الخمر الخمر حرام كتشوف في القرعه كتقول باغي انا بغيت انا هاد هذا الموسيقى حرام وداك الاختلاط وداك التبرج داك الشي كامل هي باغي هذاك الشيء الداخل ديالها قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدور في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما يمكنش يقول الانسان راه انا امن هذا الله تعالى يقسم جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت القضاء والقدر اي حاجه قضاها النبي صلى الله عليه وسلم وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكنش يكون الحرج في صدرك انت تتركها وانت مرتاح تتركها وانت مآمن وانت عجبك الحال ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لاستسلام لِشَرْعِ الله هذا هو الايمان بالقضاء والقدر وهذا هو الايمان بشرع الله سبحانه وتعالى هذا الاتباع وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى لذلك جاء في ايه اخرى ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما هذا هو الانسان اللي ما يعظ به من القران والحديث فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي لمن نعطي الدنيا في ديننا يا رسول الله قال اني رسول الله ولا اعصيه انا الاتباع صافي هذا الله تعالى ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال يا ابا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال إذا فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر الزم غرزه. الزم غرزه يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا فانه على الحق. تاير اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وسد فمك، امتثل فقط. هذيك الهدنه ديال عشر سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم اراد منها ان المشركين ما يتقاتلوش معاه ويخلوه يهتم بالدعوه، لان الدين ديالنا تقبله الفطر السليمه. اي فطره سليمه تتقول لها كتقبلو وما غاديش يكفر شي واحد ويمشي عندهم. لان القلب ديالو الفطره ديالو تق هذا الدين ديالنا يناقش الفطره ويخاطب الفطره تقبله صافي هذا هو والهدنه 10 سنين غادي نخدموا بخاطرنا غادي ندعيو بالتي احسن والناس غادي يدخلوا في دين الله افواجا وهذا الذي وقع في 10 سنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت الايه القرانيه انا فتحنا لك فتحا مبينا في هذيك صلح الحديبيه بطاطا الايه سماها الله تعالى فتح قال النبي قال عمر الخطاب يا رسول الله افتح هو قال نعم قال عمر بن الخطاب فندمت ندما شديدا فكنت اعمل لها اعمالا هذاك انني كنرد على النبي صلى الله عليه وسلم وكنقول له علاش ما درناش وعلاش علاش هذيك باش نتوب منها عملت لها اعمالا يعني صدقه وقيام الليل والانفاق وكذا وكذا غير علاش انا ما عجبنيش الحال فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.